لو الحكاية فيها إن فيتو كل يوم على كده بس بقول لك انا بسيب الناس تحس بمعاناه ده الطبيعي يعني الساعه كام دلوقتي مين بيقول كده مين مدير المصلحه عشان يحس بالمعاناه يعني طيب ما هو ده ظبط ايه انا خلصت يا عم صالح هناك باخد فلوس برضه ليه خلصوا باخد فلوس رشاوي جابوا ترابيزه بيخلصوا فلوس ده خلصت ايه فين بتخش تخلص توقيت على طول من جوه المدير عارف كلهم عارفين جوه يعني الناس بتخلص معانا صالح من خلاص جوه التوكيلات عايز يعتدي عليا نظرا للتصريح اللي انا قلته له وبيتهمني وبيسبني علني ادي يا عم اخلاق الموظفين